اضطر زملاؤها إلى استدعاء الإسعاف لنقلها إلى أقرب مستشفى بعد 13 يوما من إضراب عن الطعام و50 يوما من الإضراب عن الكتابة، احتجاجا على تعيين حكومي لمدير جديد لدار الصباح للنشرة. وأمام مقر الجريدة احتج زملاؤها بمناسبة الإضراب العام للصحفيين في سابقة في تاريخ تونس. وفي مقر نقابة الصحفيين تجمع صحفيو تونس ورددوا شعارات تطالب الحكومة برفع يدها عن القطاع، وحظي الإضراب الذي دعت إليه النقابة بدعم عربي ودولي. وصلتنا عديد بيانات المساندة من نقابات تلقاهم على موقع الويب متاعنا، من نقابات من كل العالم، دعم للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وللصحفيين التونسيين. في قاعة تحرير التلفزيون الرسمي تبدو الحركة أخف بكثير من المعتاد بسبب إضراب الصحفيين وامتناعهم عن بث أي أخبار باستثناء أخبار الإضراب. أنا عندي مرفق عمومي اليوم نفسي كصحفية، اليوم أنا مسؤولة على مؤسسة عمومية، فالقرار اللي اخذوه أكيد هم مقتنعين به مجمل الصحفيين، وهي لأول مرة في التاريخ أنهم هم يقوموا بإضراب مماثل. الناطق باسم الحكومة التونسية المتهمة بالتضييق على الصحفيين ينظر إلى الإضراب بعين الاستغراب. نحن نحترم حق الإعلاميين في اتخاذ شكل التحرك الذي يرونه، ولكن بودنا أولا أن نلاحظ أن وضعية الإعلام حاليا من حيث حرية التعبير ليست الأسوأ في تاريخ البلاد، هناك بعض الإشكاليات ولكن حلها يكون بالتفاوض. ويعد إضراب الصحفيين طوال يوم واحد سابقة تونسية وإحدى السوابق العربية، بعد سلسلة من التعيينات الحكومية على رأس مؤسسة صحفية ما رأى فيه البعض سعيا للحد من حرية التعبير. غدا لن يجد التونسيون في أكشاكهم جرائد ليطالعوها بفعل الإضراب العام للصحفيين، ويعتقد عدد من الصحفيين بأن هناك توجها حكوميا غير معلن لتدجين الصحافة، فيما ترد الحكومة بأن تاريخ تونس الصحفي شهد مراحل سوداء ولم تصل الأمور إلى درجة الإضراب العام. من العاصمة التونسية، يونس ايت ياسين، سكاي نيوز عربية.